هاي جايز، كيفكن؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير عجينة المناقيش بأسهل وأسرع الطرق، وما بدها كمان كتير مكونات مثل شغل برا وأحسن. ويلا لنبلش بتحضير هالمناقيش الطيبين. وهلأ بدنا نبلش بالمكونات. بدنا 5 أكواب من الطحين، 2 معلقة كبار من الخميرة الفورية، 2 معلقة صغار من الملح، 2 معلقة صغار سكر، 2 كوباية من المي الدافية، و4 معالق كبار من الزيت، ويكون نباتي أكيد. أول شي منضيف الطحين مثل ما شايفين بالفيديو، بعدين الخميرة، الملح والسكر، بعدين منحركن هيك شوي، بعدين منضيف الزيت، منضيف المي الدافية، وكتير المهم انه تكون مي دافية. وهلأ منضلنا عم نحرك بإيدنا لحتى تتشكل عنا العجينة. وبدي إلكن شغلة، إذا العجينة ضلت قاعدة عم تلزق بإيديكن فيكن تزيدولها شوية طحين، وإذا طلعت كتير سميكة فيكن تزيدولها زيت. منحط العجينة بقلب وعاء جديد ومندهنه زيت، وكمان منقلب العجينة منرجع، وبعدين منغطيه ومنتركها لتتخمر لمدة نص ساعة. وهلأ بدنا نساوي الزعتر. احنا هون حطينا زعتر وزيت، الكمية مش محدودة، يعني انتو قد ما بتحبوا بتحطوا وبتقللوا وبتكتروا، يعني الشي بيرجع لكم. وهلأ حطينا شوية طحين على الطاولة وبدنا نبلش نعجن العجينة. أول شي منرققها للعجينة وبدنا نسويها على شكل الصينية اللي بدكن تحطوا فيها المناقيش. وأكيد ما بننسى ندهن الصينية بالزيت عشان ما تلزق العجينة.
وكمان ما ننسى نضغطها من على الجوانب. واخر شي هلأ منحط الزعتر، ورحنا هون حطينا شوية جبنة، انتو حسب شو بدكن تعملوا، يعني فيكن تعملوا الاتنين، مناقيش جبنة ومناقيش زعتر. وهيك منحطهم بالفرن لحتى تستوي العجينة. وهيك بيكون خلص الفيديو لليوم. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. See you in the next video. Bye.